السلام عليكم، مرحبا بكم في اليوم 45، وهو يوم هيت مميز بطريقة جميلة. اليوم عبارة عن 3 جولات، كل جولة 3 تمارين بوضعية واحدة وطرق مختلفة للتمرين. كل تمرين 10 عدات ب10 تكرارات، كل تكرار عبارة عن دقيقة واحدة. لنفرض أن في الجولة الأولى عطيتك دقيقة كاملة وخلصتي 10 تكرارات للـ3 تمارين، وبقي من الدقيقة 15 ثانية، 10 ثواني، 5 ثواني، أيا كان بقي من الدقيقة على حسب قدرتك على الأداء. أقول لك أن ما بقي من الدقيقة هو عبارة عن الراحة المخصصة لك. لا يوجد راحة مخصصة بين التمارين، وإنما ما بقي من الدقيقة هو راحتك. خلصتي على طول راح تدخلين بعدها بالدقيقة الثانية الأخرى وتؤدي التمرين الأول 10 والثاني 10 والثالث 10. بقي من الدقيقة 20 ثانية، إذن هي راحتك. أي وقت يبقى من الدقيقة بعد انتهاء العدات للـ3 حركات المخصصة، إذن هو الراحة. جولة الأولى والـ3 تمارين الأولى خلصناها، تدخلين مباشرة أيضا بدون راحة في الـ3 تمارين الثانية والجولة الثانية. الجولة الأولى ستكون مخصصة للجزء السفلي، والثانية للعلوي، والأخيرة للبطن، وهكذا. تمرين مميز وحركات مميزة، ترفعين نبضات قلبك بطريقة جميلة، وشوية راح تسبب لك احتراق، ولكن النتيجة والإنجاز راح يكون في النهاية رائع. وبكذا كون تقريبا شرحنا تمارين اليوم. هي 9 تمارين مقسمة إلى 3 جولات بدقيقة كاملة لكل تكرار، و10 تكرارات مع 10 عدات. هيا بنا لنرفع نبضات القلب، نزيد الحرق واللياقة وقدرة بسم الله. ابدأي الجولة الأولى. أول حركة، حطي ثبتي إيدينك على الأرض، رجعي رجولك للخلف، بعدها قفزة قوية من الأقدام من الخلف للأمام وللأعلى بطول الجسم. 10 عدات. حركة التالية، حركة القفز بالأرجل، لاحظي أن الركبة تحت طول الوقت. يمين وشمال 1. آخر شيء حركة السكوات جامب، اللي هي نزول مؤخرة جلوسها للأسفل ثم القفز للأعلى. عندك 15 ثانية، هي خلصت، بقي 15 ثانية، إذن هذه هي الراحة. كده خلصنا الشرح، نبدأ في التكرار الثاني. والتكرار الثالث،
والتكرار الرابع خذي راحتك في العدات، عندك دقيقة كاملة. لو تعبتي خذي راحة وارجعي كملي، أهم شيء أنجزي العدات. التكرار الخامس، التكرار السادس، التكرار السابع. التكرار الثامن،
التكرار التاسع. وآخر تكرار التكرار العاشر. برافو عليكم، بكذا عندك 15 ثانية راحة. هي خلصت، راح ندخل في الجزء العلوي. أول تكرار وأول حركة، دفع الصدر للأسفل مع النط للأعلى باستقامة الجسم، 10 عدات. ثاني حركة، ادفعي صدرك للأسفل مع تقدم إحدى الركبتين باتجاه الكوع. آخر حركة، حركة لمس أصابع اليد للأكتاف بشكل متعاكس، عندك 10 عدات، يمين 1 شمال 1. بسم الله، التكرار الثاني. التكرار الثالث.
التكرار الرابع. التكرار الخامس. ومرحبا بالتكرار السادس. التكرار السابع. التكرار الثامن.
والتكرار التاسع. وآخر واحد التكرار العاشر. بسم الله، نبدأ في آخر جولة، جولة البطن. أول حركة، لاحظ أن الوضعية اليد خلف الآذان هذه ثابتة لا تتغير إلا في آخر حركة. أول حركة، نزلي قدميك وارفعيها باستقامة من الأسفل إلى الأعلى للضغط على الجزئية السفلية من البطن. ثاني حركة، حركة السيكل، اثني رجولك ويمين وشمال، حاول الكوع يلمس الركبة. آخر حركة، ارفع رجولك باستقامة للأعلى وابدأي المسيها بإيدينك. لاحظ أن اليد ترجع للخلف بعدين تطلع تلمس الأرجل. والتكرار الثاني. التكرار الثالث. بقي 12 ثانية وهي أخذتها راحة لأنها خلصت جميع عداتها. التكرار الرابع.
التكرار الخامس. مرحبا بالتكرار السادس. والتكرار السابع. التكرار الثامن، ما بقي غير فقط تكرارين ودع. التكرار التاسع.
وآخر تكرار التكرار العاشر أنجزتي 95% من إنجاز اليوم، بقي فقط 5%، حاولي تشدين شوية. وبرافو عليكم، كذا خلصنا تمرين اليوم. ندخل في جزئية التمدد، لا ننسى دعم القناة بالاشتراك بها ونشرها. في أمان الله.